تحية للسادة المشاهدين في كل مكان يتابعونا على أساس قناة النيل الأزرق. وحقيقة أنا برحب بكم في مساعة خاصة جدا من مجرن النيلين. ومجرن النيلين كل ضيوف حبايب علينا إحنا على المستوى السوداني بنحاول نجيبهم لحد مجرى النيلين عشان يشوفوا الجمال والتألق على مستوى بلاد السودان. وكثير جدا من الناس بيتساءلوا حول النيل وتفاصيل النيل. نحن حقيقة في مساعة خاصة جدا وبنرحب بضيوف جميلين جدا على المستوى العربي. معانا فنانة جميلة أنيقة صاحبة حضور قوي جدا في كافة الشاشات العربية. رشيقة. ورشيقة. جميلة جدا. جدا. لا مش عايز تكذب, مش هين عليك تكذب وتقول جميله جدا. لا والله برحب بالفنانه الجميله جدا نشوى مصطفى. انا برحب بك معانا في بلادك الاولى والثانيه. والله العظيم انا انت يعني بتقول فيها انا حاسه ان انا في بيتنا وحاسه ان انا مع اخواتي وانت بالذات يا امجد. انا قلت لك ان انا ابن خالتي اسمه امجد فعلا, فانت ابن خالتنا يعني مبسوطه ومزقططه ومش حاسه بغربه ابدا ابدا ابدا. وكيف على مستوى النيل يعني؟ نهر النيل ده بص انا برج الحوت. المايه دي منطقتي. بس الحوت ما فيش في النيل يعني. ده والله يبقى انا برج التمساح. طيب نحن برضو بنرحب بالفنان الجميل والفرقة الرائعة جدا واللي عندها حضور برضو قوي جدا على المستوى السوداني, وكل السودان حقيقة بيحبوها وبيتسألوا عنها لأنه بيتغني جزء من غنانا, فبالتالي بنحس إن إحنا وفي ملامح متشابهة بيننا وما بينهم. فرقة ميامي وبمثيل الفنان الكبير طبعا الجميل الرقيق خالد عبد الجليل كابتن اللي معروف بخالد الرندي. مرحبا بك كثير وانت في السودان وفي مجرى النيلين التقاء الحب. الله بعد عمري مشكور على المقدمة الحلوة, وانا وايد سعيد ان انا جيت السودان اخيرا جيت السودان. وانا والله مستانس معاكم كلكم والحمد لله ان مشى. طبعا عاوز اقول للساده المشاهدين طبعا خالد من خالد سباح ماهر. أيوة. ولا يشق له غبار. بس اخر الحلقه. أيوة. عشان نثبت للمشاهدين لان في بعض المشاهدين مش مصدقين. أيوة. فاحنا هنزقه في الاخر عشان نثبت لحضراتكم ان الشجاعه هنا, الاقدام هنا. أيوة. السباحه هنا. أيوة. الجدعنه هنا. احسن عم في الدنيا هنا. أيوة. هنا. طبعا برحب بكم والله ترحيب جميل جدا, وكل الشعب السوداني مبسوط انكم انتم موجودين معه. خالد ما عارف ندندن كده بحاجه كده من الاحساس السوداني, واخر اغنيه طبعا الان عامله حضور قوي جدا يعني ما شاء الله. والله شوف بالنسبه حق يعني الاغاني مالت السودان والتراث السوداني احنا وايد نحبه مو بس بالكويت بالخليج كله. والفنان الراحل الله يرحمه سيد خليفه يعني كان علم من اعلام الاغنيه والفنانين السودانيين. وطبعا احنا غنينا له قبل اغنيه بودع كيف بس ما قدرنا نودعك لسه. اي لا لا بقى اخر شيء. واغنيه المنبو السوداني. قد تختار لنا واحده مني نختار شنو؟ بيت كذا نبدا بيه وكذا. المنبو السوداني. يلا المنبو السوداني. المنبو السوداني المنبو في كياني في عودي في كماني ما اجمل الحاني منبو يا حبيبة محلاكي المنبو في غناكي يا 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 حبيبة محلاكي المنبو في غناكي ده اللحن خلاكي تتمايلي في خطاكي منبو على أنغام المنبو. حبيبي والله الله يخليك الله يخليك يا بعد عمري. أنا عاوز أبتدي الحوار أبتدي بالأصغر سنا. إيه أكيد تفضل. أصغر سنا تفضل. أصغر سنا جدا. انا بسمع الاستاذ خالد من وانا عندي سنتين ونص. استاذه نشوى يعني انت فنانه جميله وحضورك جميل والمشاهد حباك من خلال التلقائيه والعفويه اللي انت قدمتها بيه. ده عنده دلاله على 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 البيت والاسره والتعامل. بص عايز اقول لك ان انا ابويا الله يرحمه كان دمه خفيف جدا يعني, وانا ان شاء الله يعني اكون دمي خفيف زيه لانه ما كانش بيبطل ضحك غير ماما يعني. ماما عقلة كده
ماما حبيبتي طبعا، بس بابا كان دمه خفيف دايما، وانا غالبا طالعه لابويا يعني. وعلى مستوى الاسره احنا عيله يعني نحب الفرفشه، ودي عاده كل الشعوب العربيه على فكره. يعني انا كمان الحقيقه لما جيت السودان لفت نظري حاجه، ان مفيش يعني مواطن سوداني ما بيضحكش وما يقابلكش حتى لو الاول مره غير وهو مبتسم. فاحنا شعوب بتحب الابتسامه وبتحب البهجه يعني. عشان كده الحمد لله ان لما حد بيقابلني بيقولوا لي احنا حاسين ان انت اختنا، حاسين ان انت بنت خالتنا، حاسين انت امنا. لا لسه ما وصلتش لمنطقه امنا دي. اللي بيقولوا لي حاسين ان انت امنا لسه اطفال عندهم شهرين ثلاثه، دايما بيقولوا لي حاسين ان انت امنا. طيب استاذ نشوى، يعني اول زياره لك للسودان، شنو الاشياء اللي لفت نظرك اول ما هبط الطائر في مطار الخرطوم الدولي؟ اولا يعني بصدق لفت نظري البني ادمين، في بشاشه وفي كرم استقبال فوق الوصف، اللي يعرفك واللي مش واخد باله منك. الناس هنا يعني فعلا السودان لازم تفتخر بولادها، يعني شعب مضياف وشعب كريم وشعب بشوش وشعب بيعرف ازاي يستقبل ضيفه يعني. فدي اكتر حاجه، اول حاجه لفتت نظري من اول ما حطيت رجلي على ارض السودان. فين خالد؟ نحن نفتش في خالد. خالد زقينه في المية. خالد لسه طالع من البحر حالا، لسه عتنيش فهو الحمد لله. خالد انت ليك ساعات الان في السودان من المطار، وقابلت ناس كثيرة جدا في مطار الخرطوم الدولي، ولحد ما وصلتنا هنا في مقرن النيلين، شنو الحياة اللي لفت نظرك؟ والله شوف، نفس ما قالت فنانتنا نشوى، الناس بشاشتهم، تواضعهم، وناستهم، عرفت يعني هذا شيء وايد حلو ما تشوفه، مع انه يعني تحس حتى لو هو تعبان هم يبتسم. هذا شيء وايد حلو يخليك تتفائل، يخليك تستانس لما تشوفهم. فوالله الناس ما قالت، والله بشاشة الناس، حبهم لنا، يعني ما كني طلعت من الكويت، كني موجود بديرتي. ديرتي يعني دولتي. ايه شو يسمونها؟ دولتي. ايوه ايه ديرتي، منطقتي او حينا. حينا. طيب استاذ خالد، يعني برضه في سؤال، انت عرفت السودان من خلال الاغنيات، ودي اول زياره للسودان، وشفت تفاصيل حتى في الاغنيه، يعني كيف الشخص بيبشر. دي في ناس يعني في الكاست والروك ليها عندهم خبره في السودان والتراث. انا عندي اصدقاء من السودان، يعني طبعا ما التقيت معاهم، ان شاء الله راح التقي معاهم، بس هم عندي بالفيسبوك، وعندي صديقي مصعب، وحتى لما فكرنا نصور اغنيه المامبو سوداني يابوا فرقه مالت شرحبيل، الفنان شرحبيل، و اي والله ونعم فيهم، وما قصروا معانا باي شيء، كحركات، كمثلا رقص، كشلون يصير العرس بالسودان، اي الطقوس والحنه شلون، وال شو يسمونه، يو يو، هذه شو اسمها، الزغروطه. ايوه الزغروطه، يعني الزغروطه السودانيه غير. ها احنا نسميها يو يو، لا احنا هذا كذي. انزين، فوالله ما قصروا معانا، بالعكس يعني وقت التصوير اللي كانوا موجودين، مع انه تعب وقعدنا يومين نصور، ولا كانهم تعبوا ولا كانهم شيء، وبالعكس كانوا وايد متحمسين ان يصورون الاغنيه. طيب هل في تشابه ما بين الارث الثقافي السوداني في طقوس الزواج والاعراس ما بين الكويت وعلى مستوى الخليج العربي كلها، في اختلاف من دوله؟ شوف هو في اختلاف، بس في وايد وجه شبه، يعني في كثير كتجهيز العروس وشلون الحفله تتم وهذا، ففي وجه شبه. اي انت متزوج صغار؟ لا والله. نعم عندك اولاد؟ سبعه بالشهر. استاذه نشوى، الفنان بيقود المجتمعات، لما يكون الفنان عنده رحله لدوله من الدول هو اول مره يمشي لها ويشوفها، بيبتدي يتساءل يعني الدوله اللي حمشيها بيميزها شنو، اذا كان فنان ويبتدي يبحث عن الفنانين والمستوى الفني. انا بامانه اول ما عرفت ان انا جايه السودان بحثت اول حاجه بصدق اماكن اولياء الله الصالحين في السودان، وكان يعني نفسي ازور اولياء الله، لان انا عارفه ان دي ارض طاهره وارض طيبه جدا يعني. ان شاء الله في وعد ان انا اعمل زياره لاولياء الله الصالحين. كمان حقيقة انا كنت جايه في توقيت في انتصار،
وتحرير هجليج. فانا حسيت ان انا الحمد لله ادمي خير زي ما بنقول عندنا في مصر، ان بمجيء الحمد لله رجعت هجليج تاني لشمال السودان، وببارك لاهل شمال السودان وبقول ان شاء الله ربنا حميها ورجالتها السود وقدروا يستردوا ارضهم تاني، وان شاء الله ما يحصلش كده ابدا. نعم صحيح. طيب يعني في كثير جدا من الأسئلة حول الاختيارات الفنية وكيف نشوة بتختار، يعني أحيانا الناس بيقول لك المود اللي يعني عام عموما على الشاشات والفضائيات هو اللون الكوميدي، يقول لك الناس بتبحث علينا عاوزة تضحك يعني من جوا، الأشياء الأعمال أحيانا قد تكون فيها شوية يعني جادة يعني ما بقت مرغوبة، وشبكة التذاكر على المستوى العربي يعني بص احنا اللي بنمر بيه في مجتمعاتنا في ضغط، فانت محتاج يعني زي ما بيقولوا ترفع عن نفسك شويه، فعشان كده واحنا زي ما قلت لك احنا شعب ضحوك وشعب دمه خفيف، فمحتاجين ننبسط يعني في ظل الاحداث اللي حصلت على مستوى الوطن العربي كله، في ضغوط اذا ما كانش في ثورات، فدينا شفنا هنا في السودان في حد عايز يحتل جزء من ارض مش من حقه، فالشعوب مضغوطة، فكمان لما تيجي تتفرج على حاجة في تلفزيون انت مش ناقص ضغط، فمحتاج ترفع عن نفسك عشان يقدر بقيت يومك تقدر تعيشه يعني، فعشان كده كلنا كشعوب عربية بنميل اكتر للون الكوميدي. وجودك للسودان وانت ماشي للسودان قلت عرفته من خلال اصحابك واصدقائك على المستوى السوداني، لكن في سؤال يعني فرقه ميامي عموما وانت منهم ابتدينا نحس في الاول الاخيره يعني في الفنانين منهم ابتدى اي واحد يظهر بلون براو يعني ما ضمن المجموعه اللي تعرفت عليها على سنوات طويله جدا من بدايتها. لا احنا ما عندنا كذي، احنا اساسا بالالبوم تلاقي مثلا انا اغني اغنيه سنجل، مش علي يغني سنجل لوحده يعني، بس كلنا نرد عليه يعني وكله ينحط بالالبوم حق فرقه ميامي، يعني عمرنا ما واحد فينا فكر انه يغني سنجل الوحده. ايه طيب الفرقه هي على حسب معلوماتي ابتدت من بدري من الثمانينات لكن التاسيس كان 91، ليه تاخر التاسيس بها وانطلاق ولا ده اول البوم اللي هو صبوحه كان هو؟ احنا بلشنا من 85 وكانوا في اعضاء غير الموجودين الحين. كم عمرك 85؟ 85 كان اعتقد سنة ونص. لا والله ما اذكر. فتغيروا الاعضاء اللي بالفرقة والحين ودشوا الاعضاء الموجودين اللي هم طارق ومشعل وليلي وخالد الموجودين الحين، بس اول اغنية سنجل نزلناها كانت صبوحة، فنزلناها لا ما كانت سنجل كانت البوم. السلام عليكم. هلا والله هلا يا حلوكم والله تسلمون تمشون تسلمون يا حلوكم. نسمع يا حلوكم منو؟ يا حلوكم. لا يا حلوكم سلموا. المهم خلنا نكمل لك الموضوع. اي موضوع نسيت. لا اقول لك بس سنه 91 نزلنا الالبوم اللي فيه صبوحه وصورنا صبوحه والحمد لله بلشنا. طيب في الاغنيات كيف بيتم الاختيار؟ يعني انت قلت من كل الدول العربيه بيبتدي تاخذ شيء من التراث وتعملوا كله مجموعة تشتغلوا من خلال ورش صحيح؟ إيه. بعدك طلع أغنية يعني شو مثلا أكلمك على أغنية المامبو سوداني ولا أغنية أودع كيف، هذه كانت أيامهم كسر الدنيا عرفت، وفي أغاني عندنا بالتراث الكويتي هم تكون ضاربة أيامها الناس مثلا نسوها ولا الناس قام يسمعون أغاني ثانية ولا ستايلات ثانية، فإحنا شو نسوي؟ نأخذ الأغاني هذه ونسويها بالآلات الحديثة ونغنيها بطريقتنا. اي يعني انا مستحيل راح اغني نفس السيد خليفه الله يرحمه، انا لا يومك احط الاغنيه واشوف شلون طريقته وهو يغني واستمتع لا طريقه خاصه ما شاء الله عرفت، الله يرحمه ان شاء الله وان شاء الله نكون قدمناها بشكل حلو. نشوى انت بداياتك كانت من فترات طويله، انا عاوز طويله قوي مش طويله قوي يا امجد
ركز يا امجد. بيقول لي بداياتك، تعالى يا خالد احضرنا ولا يقعد جنب اخوك. اه دي خالد. قال بيقول لي بداياتك كانت من زمان طويل قوي. ده معناه ايه؟ افهم انت بقى. من سنتين ونص عشان المصداقيه. المصداقيه دي اهم حاجه. طيب نشوى، بداياتي كانت كانت مختلفه جدا. انت من بيئه مصريه شعبيه، يعني تربيت على اغاني سيد درويش وام كلثوم، الاعمال الكبيره لكبار الممثلين. كان اتخاذ قرار انك تمثلي كان فيه صعوبه افتكر كبيره جدا. بص انا زي ما انت قلت، انا من بيئه شعبيه مش من بيئه ارستقراطيه. يعني البيئه الشعبيه البنت ليها شكل تربيه معين، لازم يبقى فيه التزام معين. في فكره ان انا اقول لاهلي في شبرا ان انا عايزه امثل، ده فيها ذبح. الحقيقه ربي اكرمني، يعني انا خريج كليه التجاره جامعه عين شمس، فكنت بمثل على مسرح الجامعه، فكان مسموح لانه مسرح الجامعه في التزام وفي رقابه فمره ابويا جاء حضر عرض، فلقى العميد بتاع الكليه بيقول لي فين والدك؟ قلت له، قال له بنتك تخرج من هنا تروح على معهد فنون مسرحيه تدرس تمثيل. كليه التجاره فيها بيتخرج كل سنه 3000 طالب، لكن مش هيكون في ممثلين كتير شبه بنتك. يعني بنتك مش هتزود ولا تنقص في التجاريين او المحاسبين، لكن هتعمل فرق لو بقت ممثله. اول ما اتخرجت قدمت في معهد فنون مسرحيه، وكان من حظي الطيب ان انا اول حاجه اعملها مع الاستاذه فاتن حمامه سيده الشاشه العربيه، ودي ليها ضمير ابله حكمه، ودي ليها من القيمه العظيمه عندنا في مصر اللي تدعمني عند ابويا. يعني انت كنت محظوظه من العمل معاه. محظوظه جدا ان انا رحت قلت لابويا بص بقى، يعني يا بابا انا همثل مع فاتن حمامه. يعني فاتن حمامه دي قيمه وست محترمه وست تاريخ، فكانت دي المنفذ. يعني فاتن حمامه هي سبب تدعيمي في وجودي في الوسط الفني. وفي الحي ذاته كانت يعني شهره كبيره. شهره ان نشوى بنت مصطفى هتمثل قدام فاتن حمامه، يعني فالحمد لله. الحمد لله. المجموعه اللي انت ابتديتي معاها في التمثيل اللي هو محمد رياض، هاني رمزي. محمد رياض وهاني رمزي ومنال سلامه وعزه بهاء ودينا عبد الله، يعني مجموعه كبيره من زمايل. الرجالة الوحشة اخس. ايه الظلم ده؟ ايه القسوة دي؟ وجوزك بالذات عامل زي القطط، عليه خضرة، قصدي عامل زي القطط ياكل ها وينكر. هو لحق حتى ياكل؟ ومالك يا اختي متضايقة قوي كده ليه؟ ما ان شاء الله مع انه كل ده جوزي. يا وسط الندامة بقى انتي، بجمالك بأدبك بأخلاقك بكمالك بشعرك الطويل ده تتجوزي جوازه زي دي؟ ده انت دكتوره بتعالج البني ادمين، يعني متخرجه من كليه الطب، لكن هو دكتور حيوانات متخرج من كليه الهندسه. ورحمة الله وبركاته. احنا دلوقتي ماشيين في نهر النيل العظيم، ماشيين في نهر النيل الذي بيمر بالأرض الطيبة، أرض السودان. نهاية هذا النهر وبداية هذا النهر عبارة عن الماء. نحن الآن نسير في الماء، وطبيعي أن أي نهر يتكون من الماء. والأستاذ خالد يخشى قليلا من الماء، ولكن يعني يخشى أكثر من الماء في كوب الماء، لأنه يخشى أن وهو يشرب يشرق. لكن الأستاذ خالد تمساح من تماسيح الكويت، الأستاذ خالد يصول ويقول في الخليج ذهابا وعودة، بطولات انتصارات، حتى شوفوا.
نتواصل مع سادة المشاهدين في لقاء الأحباب والأحبة عبر شاشة قناة النيل الأزرق. أستاذة نشوى ده الملتقى، وزي ما شايفة الطيور الجميلة سبحان الله. فعلا أنا مش عارفة اشمعنى المنطقة دي، سبحانك يا رب، كم الطيور اللي فيها ما كانش موجود في بداية الرحلة بتاعتنا. فسبحان الله، يعني الواحد لما يشوف حاجة فيها إعجاز كده يقول سبحان الله سبحان الله. خالد الملتقى ده شايف الجمال ده، سبحان الله سبحان الله، والله ما شاء الله المنظر وايد حلو. وهذا شو اسمه؟ مركب، مركب شراعي، مركب يمشي على يا حبيبي ادري هذا مركب، اللي ورا المركب هذا المبنى جامع النيلين. اي ما شاء الله يا الله جامع النيلين ما شاء الله، الله يهنيك. طيب نحن لازم نسمع لنا حاجه كده ندندن مع بعض على اساس المشهد الجميل ده. يلا تختار شنو اختار؟ تختار ندندن مع بعض. تختار ايش؟ دندن انت على ما تيني الاغنيه عشان اختار لك حاجه. ايش اقول لك؟ يا حليكم عبد الله يوسف لاكم. ايه مغنيناها فوق؟ لا والله. ايه وين 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 تلقوا زي ده، الله كريم تلقوا زي ده، وين 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 تلقوا زي ده، الله كريم تلقوا زي ده، الحمد لله وشفناكم شفناكم وفرصة سعيدة ملقاكم، فرصة سعيدة نلقاكم، صلاة الزين صلاة الزين حبيب العين، من الحساد خشاوي من الحساد خشاوي من الحساد خشاوي حساد. وين 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 تلقوا زيدة، الله كريم تلقوا زيدة، وين 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 تلقوا زيدة، الله كريم تلقوا زيدة. بس نشوى خلينا بعدين نتكلم في الظروف اللي احيانا ممكن تمر على الفنان. كثير جدا من المشاهدين بيحسوا انه الفنان ده احيانا في اشياء تتحاسب عليه، ممكن يكون زعلان، بيمر بازمه نفسيه، ممكن تكون عنده ظروف خاصه، لكن مطلوب من الفنان عند حضوره على الشاشه لازم يقدم العمل بكل صدق. عايز اقول لك ان انا يعني بمناسبه اللي انت قلته، انا والدي كان توفى في سنه 2003، وكنت ساعتها بصور مسلسل اسمه اولاد الاكابر، كنت طالعه بنت الاستاذ حسين فهمي والدور كوميدي جدا. والدي توفى يوم الجمعه، اندفن يوم السبت كنت بصور، وكان لازم اعمل كوميديا. فالفنان انا بقول شغل الفنان ده شغل التزام يعني شديد، مطلوب منك بأي بغض النظر عن أي ظروف أنت بتمر بيها أنك تسعد الناس وتعمل شغلك. يعني الظروف، كلمة ظروف دي مش موجودة في قاموس الفنان. طيب أحياناً كيف تتعامل مع النقد؟ بكل ترحاب، بالعكس أنا يعني والله العظيم ما بزعل أبداً، حتى لو حد انتقدني نقد سلبي يعني، أو ما قالش أن أنا عاملة حاجة كويسة، لأن أصلاً أكيد اللي بينتقدني ما بيكرهنيش لأنه ما يعرفنيش غير من خلال فني، فالمحك بيني وبينه هو الفن. فوارد جدا فعلا، مفضل هيك اوعى تقع عشان بس المصور يعني يعني شو خلاص على حافة النهر يعني. ايوه ف يعني بنبسط لما الاقي اي نقد الحقيقه سلبي او ايجابي. الدنيا ليل والشمس طالعه والقمر فوق في السماء. يوه هو القمر نزل ليه على الارض؟ على الارض الله. ايه يا حميد انت لسه صاحي لغايه دلوقتي؟ ايه ده، لا مؤاخذه اصلا متعوده كل يوم قبل ما انام اكتب لي ثلاث صفح شعري كده. الله، هو انت بتعرفي تكتبي يا حميد؟ لا يعني ماني برسم الكلام يعني. وبعدين اصلا مش جايني نوم، تكمدني اني وانت تحت سقف واحد، مين يجيله نوم واني شايفاك كده متضايق من القاسية. الزاني منا وفيه تغنى والناس بس تحكي عنا.
ناس بيتساءلوا على المستوى الفني النقاد. في كثير جدا من الفرق الجماعية اللي ابتدت لسنوات طويلة جدا لكن ما بتواصل، بيتزول. أي فنان بعد ذلك بيبتدي مشواره لوحده. ما شاء الله ميامي ما زالت مواصلة على النهج والتواصل ده. شنو القادر يجمع ميامي مع بعض؟ هل هي المحبة؟ هل احترام الفن؟ والله شوف اللي يجمع ميامي قبل أن نصير إحنا نحب الموسيقى وهذا صداقتنا. الصداقة حتى لو الفرقة تروح إحنا صداقتنا موجودة. يعني الحمد لله عمره ما دخلت بيننا فلوس، عمره ما دخلت بيننا مثلا واحد شاف نفسه على الثاني. يعني الحمد لله هذا أهم شيء، أهم شيء حتى مو بس بالفرقة، أهم شيء بالبيت. أنت مع أصدقائك، أنت مع أي مكان، مدام ما 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 في شيء يدش بينكم أنتوا بخير. إحنا الحمد لله إحنا وايد نقدر شيء اسمه صداقة عندنا الحمد لله. طيب وجودكم مع الفنانين أو الفرق الغنائية الثانية سواء على الكويت أو على مستوى الخليج، التعاون بيتم كيف؟ والله الحمد لله شوف إحنا علاقتنا الحمد لله مع الفنانين كلها كويسة ومع الفرق الثانية كويسة. يعني مع الفنانين إحنا مو طورنا كفنان، إحنا فرقة، ومع الفرق الثانية إحنا بالعكس إحنا معاهم متعاونين بكل شيء. متعاونين. إيه الحمد لله. على المستوى المشاركات كيف بيتم المشاركة لما تجيكم من دول؟ هل الفرقة بتقعد في ورشة بتشوف إنه ممكن تقدم شنو في أول أغنية بالستيج للمسرح بالنسبة للجمهور؟ أي أكيد كل دولة نروح لها نحسب حساب جمهورها ونحسب حساب الأغاني اللي تتقدم حق الجمهور هذا الموجود. أي منو من الشعراء المميزين اللي تعاملتوا معاهم خلاف التراث اللي كنتوا بتاخذوه من خلال الدول المختلفة؟ والله شوف يعني الشاعر أحمد الشرقاوي هذا ساندنا طبعا، شاعر كبير وساندنا من البداية للنهاية إن شاء الله بيكون معانا. يعني أحمد شرقاوي مسك إيدنا لما كانوا الناس ما يعرفون ميامي، وأحمد شرقاوي كان من الشعراء الكبار اللي كانوا يعطون حق الفنانين الكبار الكلمات. فلما ييك أحمد شرقاوي يساندنا ويمسكنا من إيدنا ويعطينا الأغاني اللي على جونا الخفيفة، عاشوا شلوها شيلة الحمد لله وشفناكم، هذه كلها كلمات أحمد شرقاوي مع أنه يكتب كلمات عميقة، بس لما يحق فرقة ميامي لما نقول له عطنا كلمات عميقة يعطيك، لما تقول له عطني كلمات خفيفة الكل يحبه ويسمعها يعطيك. هذا يعني انت تشتغلوا على حسب الرأي المشاهد او الجمهور حاب يسمعه. اشوف لو الفنان يغني حق نفسه خليه يغني حق نفسه بالبيت ويقعد، عرفت انت يعني بالبيت كثير انت ولا انا بالبيت؟ هي وايد وخصوصا مكان في صدى شوية ما راح اقول لك وين. نشوى انت قدمت على مستوى التلفزيون اعمال تلفزيونيه فيها كثير جدا من الرسائل بالنسبه للمجتمع عموما. الفن بيرصد كل الحركات الانسانيه على مر التاريخ، لكن في واحده من الافلام حقيقه انا استوقفتني اللي هو فيلم ثقافي. الفيلم ده الناس او النقاد افتكروا انه بعض الناس حصل نقد فيه انه هو فيلم كوميدي، لكن في بعض الناس اتفقوا في انه هو فيلم كوميدي لكن بداخل الفيلم رساله قويه جدا بالنسبه للشباب، انه طريقه الافلام انه كيف يقدر يقضوا وقت صحيح بعيدا عن كل التاثير الثقافات اللي ممكن تاتيهم من الخارج عشان يضلوا للشباب على المستوى العربي. مش بس كده، ده هو بيناقش على مستوى تاني كمان فكره الشباب اليائس اللي بيعاني بطاله، اللي بيتخرج مش عارف هيعمل ايه، فاحنا بنسلمه بايدينا كقيادات او كمسؤولين عن دول، بنسلم شبابنا لأي فكر غربي بقى أيا كانوا، وأكيد أي فكر غربي هيبقى يقصد شبابنا السوء. فكمان فكرة عدم الاهتمام بالشباب أو فكرة البطالة دي من الأسباب الأساسية اللي بتؤدي لكل المخاطر. يعني كل المخاطر على مستوى الشاشات اللقاءات مع النجوم بنستمع إنه يقول لك الفنان أنا ابتدي باخد وقت طويل لحد ما أقرأ الورق وأشوف الدور اللي أنا حقدر أقدمه. هل نشوى برضو بتاخد وقت طويل جدا ولا أحيانا في كتاب بيكتبوا لي نشوى؟ لا ما فيش طبعا كتاب، يعني ما وصلتش للمرحلة العظيمة دي من ان يبقى في كاتب مخصوص يكتب لي، اتمنى اوصل لها. لكن انا بقرا العمل، اذا عمل مكتوب بشكل جيد ما بياخدش مني اكتر من يومين، اذا قعدت اكتر من يومين ثلاثة اسبوع اتنين فده معناه ان العمل مش مكتوب كويس. على مستوى التواصل الانساني والفني على مر التاريخ منذ الخمسينيات السودانيين عندهم حضور
لسه اتولدت والله العظيم، ولا خمسينيات ولا ستينيات، عشان بس ما ايه سينما 50 او الاربعينات الحضور السوداني كان قوي جدا من خلال الفنانين زي سيد خليفة، احمد المصطفى كانوا موجودون وغيرهم. حديثا شفنا فنانات سودانيات زي الفنانة العظيمة لا تحية الحب والاحترام فايزة عمسيب، شاركت في فيلم واخذ جائزة عرق البلح. الأستاذة فايزة دي بأمانة حاجة احنا بنقول عليها من العتاولة بتوع التمثيل. انا مجرد ما تشوف عرق البلح لازم تتساءل ايه الست الجبارة دي، تمثيل كما ينبغي ان يكون، مدرسة. تحياتي الأستاذة فايزة وبقول لها يعني انا ليا شرف ان انا في البلد اللي انجبت حضرتك يعني، والبلد اللي انجبتك لازم تبقى فخوره بوجود شخصيه زي حضرتك فيها. احنا عاوزينك تاخدي نظره كده للمجرى النيلي مره ثانيه على بال ما نمشي لخالد. حلو قوي. خالد انت قدمت عدد من الاعمال السودانيه، والسودانيين في الكويت جاليه عندها حضور قوي جدا، تقول على مستوى المدارس، على مستوى المستشفيات، يعني شخصيات تحترم وتقدر. ما في من الحياة الكوميدي اللي لقيتك أول مواقف إنه بعض السودانيين جوك وحيوك على الأعمال السودانية القديمة، أو أحياناً لقيت بعض الانتقاد للأعمال؟ بالعكس يعني شوف، يعني الحمد لله يعني أكثر اللي قاعد يجي إنه متقبلين الأغاني اللي إحنا نسويها. ليش؟ لأن إحنا ناس من الخليج وقاعدين نحاول إن إحنا يعني نقدم التراث السوداني، عرفت شون؟ وبالعكس والله يعني الحمد لله الناس ما قلت لك الانتقادات مثلا تقول لي ان كطريقه الغناء يعني اكيد لا تقارني انا مع الاستاذ الكبير سيد خليفه، يعني عرفت شلون؟ يعني مستحيل اوصل مستواه. احنا قدمنا الاغاني بجو ميامي، بجو يعني بجو خليجي، بميكس مسوينه، بس والله هذه الانتقادات اللي جتنا. في اخر الاغنيه بتلقى كثير جدا من الاغنيات احيانا بيقدموا شكر خاص للفنان اللي غنى الأغنية، أنت تعرف إنه الحقوق الأدبية تكتبوا الحاجات دي يعني تعبيرا؟ موجود على الألبوم وموجود حتى بالفيديو كليب آخر شيء كاتبين. إيه أكيد مهم جدا هذا التواصل. أكيد مهم يعني أنت لما تغني أغنية تراثية ما تبي تلغي الفنان اللي غناها، عرفت؟ أنت تبي يستمر. فشلون انت تقول حق الناس ان هذه اغنيه الفنان؟ في جيل الحين طالع ما يعرف المامبو السوداني، عرفت؟ فانت تقول له والله المامبو السوداني في وايد ناس سمعوه من عندنا ويبون يسمعون الاصليه، ودشوا وسمعوا الاصليه سواء باليوتيوب ولا دوروا الاصليه، عرفت شلون؟ فبس. طيب على مستوى اللوك بنلاحظ انه خالد كله يعني فتره معينه زمنيه ابتدى يغير في شكل اللوك ده، هل ده متطلب للحداثه وللعلماء والايقاع السريع اللي بقى في حياتنا؟ والله شوف التوك شو بالنسبه حق اللوك اللي مسويه بشعري مجبر اخاك لا بطل، لان الشعر قام يروح، فقلنا نسوي حركه كذي وده تلحق الشعر، نلحق الشعر، فخطط كذي يضيع الموضوع، عرفت؟ وشوف انا احب انوع، احب يعني بين فتره وفتره اغير يعني من ستايلي. تغير ايه. طيب على مستوى يعني ميامي تميزت بالايقاع الفي والإحساس التراثي من خلال الإيقاعات الموجودة للآلات الموسيقية، صح؟ أنتوا نقلتوا على المستوى الحديث، لكن ما زال إيقاع الرقص والتعبير على الأغنية هو اللي بيميز طابع الفرقة، وحتى كثير جدا من الناس على المستوى العربي بيطلبوا ميامي عشان هي بتعمل جو من الفرح. الحمد لله. شوف احنا نحاول بالألبوم شو نسوي، يعني نحط أغاني ها مصوركم بيطيح. لا ثابت ان شاء الله. اقول لك احنا بالالبوم نحاول شو نسوي، نسوي نفس بوفيه، نحط اغاني خفيفه، اغاني راقصه، اغاني مثلا ثقيله، حب وغرام وكذي، الناس يحبون كذي، يعني في ناس تحب الطرب، وفي ناس تحب الفرفشه، وفي ناس تحب التراث، وفي ناس تحب مثلا الستايل الغربي، فاحنا بالالبوم نحاول نسوي كل هذا. طب نحن بالاحساس ده والجو الجميل الان بيجي يجي هواء بارد كده، عاوزين نسمع شيء رومانسي متيم ولا نستمع ل رومانسي؟ بغني صحن دحم بوب. لا رومانسي اي اغني حلالي ابيك. حلالي ابيك وافكر فيك
وعيش الدنيا دقيقة وثانية عشان أرضيك حبيبي أباك ومن يسواك أحبك أنت وعمري الباقي بعيش معاك. نتواصل مع السادة المشاهدين في كل مكان على شاشة قناة النيل الأزرق ولقاء الأحبة عبر النيل اللي بيحتضن كثير جدا من الثقافات المختلفة. الفنان الكويتي خالد الرندي هو واحد من الفنانين الجميلين الحقيقة، واللي لزمن طويل جدا بيتساءل 200 زور السودان. أي والله. الحين أنت زرت السودان. أي والله. والله شوف، مو بس أنا أبي أزور السودان، حتى يعني باجي أفراد فرقة ميامي ودهم يزورون السودان، لأن الحمد لله احنا شفنا ردود فعل طيبة من الجالية السودانية عندنا بالكويت، اخواننا وحبايبنا. وحتى لما رحنا مصر لما كنا بنصور وكانوا هناك جايين التصوير اخواننا السودانيين اللي هناك، يعني متى تسوون عندنا حفلة، متى تيوننا تزورونا السودان، وهذا كرم منكم والله امانة يعني، تحبنا ليكم والله والنعم فيكم. فعشان كذي والله اول ما قدموا لي دعوه ان انا اجي حق دار ششر المعاقين، ما يعني ما فكرت ان انا ما اجي، قلت لهم حاضر شوفوا اي وقت وعيوني لكم. خالد، دور الفنان دور كبير جدا وعظيم تجاه المجتمع، تجاه القضايا اللي بتحدث الان. انت الفنانين على المستوى العربي يعني عندهم إلمام كبير جدا بكل الثورات العربية اللي بتحدث، أحيانا بعض المناوشات على المستوى السياسي اللي بتحدث. نحن على المستوى السوداني في كثير جدا من التحديات نحن بنقوم بها. دور الفنان العربي عموما، يعني الليلة خالد ما كويتي، هو فنان لكل العالم ويختص بالعروبة والعربية بتحته، فبالتالي دور الفنان في القضايا دي شنو؟ والله شوف، يعني الفنان أنا من رأيي يعني المفروض ما يدش مثلا بالسياسه، يعني يقدم اغنيه سياسيه سياسيه سياسيه، لا، يتكلم بوجه عام عن الشيء الصح والشيء الغلط، عرفت شلون؟ هذا واجب الفنان، انه يعني ما يدش بكل المواضيع، بس انه شنو شنو تقولون شنو تبغون زين، بس يسوي يعني يقدم وجهه نظره كصح وغلط بصيغه فنيه، عرفت؟ لأن بس أشوف هالأيام في فنانين قاعدين يتكلمون بصيغة مباشرة على مثلا شيء سياسي شيء، وبعدين يندم. تبقى مشكلة كبيرة. مشكلة احنا على مستوياتنا العربية في قضايا كثيرة جدا، قضايا البطالة وقضايا أيضا المخدرات وقضايا كثيرة جدا. الآن الشعوب العربية ابتدت تتوحد من خلال مجالس مختلفة، مجلس الخليج العربي أو اتحادات مختلفة. هل الفنان انت بتشوف انه دوره يتعاظم من خلال
رسالته تجاه المجتمع انه ينزل للمجتمع، يعني مثلا على مستوى الجامعات، ينزل على مستوى الجامعات، على مستوى المدارس. اي اكيد اكيد. شوف، لان كل فنان له قاعده من الجماهير، وفي ناس يتبعون الفنان كل شيء يقوله، يعني في ناس تشيل هالدرجه. فلما يجيك فنان مثلا يوعظ طلبه عن مثلا المخدرات ولا عن اي شيء ثاني مضر، نفس ما قلت لك من شوي، ان الفنان يقدر يوصل كل قضيه بطريقته الخاصه حق جمهوره، حق الناس، يعني حق المجتمع كله، بس بطريقته الخاصه. وكلمه الفنان ترى تنسمع من جمهوره، تنسمع ووايد تاثر، وايد تاثر. يعني لما انت تسمع اغنيه حلوه وقاعد ينصح فيها، وقاعد سواء اغنيه او اناشيد، الاناشيد مثلا الدينيه وهذا، يعني لما تسمعها تتاثر. فهذا واجب كل فنان، انه يعني اتجاه جمهوره واتجاه الناس. اكثر حاجه بتؤلم خالد على المستوى الشخصي شنو؟ يعني انت بتحزن لشنو؟ اكثر حاجه بتاثر فيك شنو؟ انا ما احب الظلم، الظلم ما احب الظلم، يعني ما احب اشوف انسان قوي يظلم انسان ضعيف، لان يعني الانسان ضعيف هذا لا حول ولا قوه، يعني عرفت شلون؟ فما احب اشوف كذي. خالد الرندي، هل هناك كان في معاناه في حياته على المستوى الفني؟ الفن هو معاناه تولد الابداع، المعاناه موجوده، لكن على مستوى حياه خالد هل كانت في معاناه خاصه؟ والله شوف، الحمد لله، شوف، دام الصحه موجوده والاهل موجودين الحمد لله على كل شيء، يعني عرفت شلون؟ انا دائما احمد ربي على القليل قبل الكثير، يعني عرفت شلون؟ وانا الحمد لله قنوع، فاللي من الله حياه الله، يعني ما دام الصحه موجوده الحمد لله، الاهل موجودين، الاصدقاء موجودين، ما في مشاكل بحياتي الحمد لله، حتى لو في مشاكل بسيطه، عرفت؟ كل شيء بالدنيا لا حل الا الموت، عرفت شلون؟ فالحمد لله، ما دام اهلي موجودين واصدقائي وحبايبي حواليني والصحه موجوده، الحمد لله رب العالمين. حبايبك موجودين يعني؟ حبايبي والله. عمر عشاري احمد، مشرف المسؤوليه الاجتماعيه والاتصال بشركه سيجا. نحن برعايتنا للحدث والفعاليه دي منطلقين من مسؤوليتنا الاجتماعيه تجاه المجتمع، خصوصا تجاه دار ششر، باعتباره دار بيهتم بالاطفال ذوي الاعاقه. طبعا بنقول الاطفال ذوي الاعاقه وليس الاطفال المعاقين، احنا بنحاول نصحح حتى في المفاهيم واللغه. الفكره بتاعت انه نوبو هي تكون راعيه لهذه الفعاليه، بتنطلق من انه اي منتج من منتجات سيجا بتقع على عاتقه مسؤوليه اجتماعيه تجاه المجتمع. يعني كل المنتجات الموجوده في سيجا في بدايه العام بتخصص ميزانيات ضخمه جدا للدعم المجتمعي. فنوبو الليله بترعى الفعاليه بتاع دار ششر، وبترعى زياره الفنانين خالد ونشوى مصطفى، خالد ميامي، ونحن بنشكرهم على قدومهم للسودان، وبنشكرهم على انهم يهتموا بالدور الرسالي للفنان، انه هو غير فنه وغير رسالته الفنيه ايضا عنده رساله تجاه المجتمع. نحن بندعو كل الناس، سواء كان شركات بتاعت قطاع خاص، ولا كان اعلام ممثل حتى في النيل الازرق وفي الصحف والاعلاميين، او كان في الفنانين زي نشوى وخالد، انه كل زول فينا يقوم بدور كبير تجاه المجتمع، ومن غير كده ما بنقدر احنا نحقق الرفاهيه المنشوده للمجتمع في 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 مختلف الاماكن، في مختلف الاماكن، سواء كان هنا او كان في مصر او كان في الكويت، اللي هو الفنانين طبعا قادمين من الكويت ومن مصر. مشاهدنا الكريم في كل مكان، لقاء الأحبة الفنانة الجميلة والرقيقة نشوى مصطفى والفنان خالد الرندي، بنتناول في الفول السوداني. طبعا الجو كوميدي، ونحن فعلا محتاجين للإحساس الجميل ده. حقيقة كانت رحلة جميلة جدا، استقبلناهم في حضن الوطن الكبير بيتمثل في النيل العظيم، وكنا عاوزين ندردش معهم كثير، لكن هو حقيقة نحن تعبناهم جدا بالحوار، وهم أرهقناهم كثير، لكن بجمال وتدفقهم من خلال الشاشات العربية المختلفة أثر أن يكونوا موجودين معنا ويتونسوا معنا تفاصيل كثيرة جدا. إن شاء الله يعني حنلتقيهم من خلال حلقات كثيرة جدا بالجو السوداني والإحساس الموجود عندنا هنا في الأسكلة. بنحاول نختم معكم الحلقة الجميلة
اللي اخذت مننا زمن طويل جدا، لكن الزمن دائما مع ال... الزمن مع الاحباب بيمشي سريع جدا جدا. انت قلت زمن طويل جدا ليه؟ انت قلت زمن خدت مننا زمن طويل جدا، ده معناها ان انت مستقلنا جدا وحسيت ان الوقت تقيل على قلبك. لكن انا مش هديك الفرصه، وهقول لجمهورنا العظيم الكريم انا من اسعد الناس ان انا جيت الارض الطيبه ارض السودان اللي هي عايزه اقول جنوب مصر، يعني احنا يعني جنوب مصر ومصر بالنسبه لهنا شمال السودان. فاحنا يعني عايزه اقول جمله ان الميه والهواء هم اصل الحياه، اللي الانسان ما يقدرش يعيش من غير ميه ومن غير هواء. فاذا كانت الميه بتيجي لمصر من الجنوب من السودان عشان مصر تعيش، فالهواء بيجي من الشمال من مصر للجنوب عشان السودان تعيش. الله يخليك، احنا بنشكرك شكر جزيل، وان شاء الله دائما كده نشوفك متالقه والى الامام ان شاء الله. وفي سؤال الحقيقه ارزله سؤال اخير، رمضان الناس بتجهز كواليس رمضان. ايه في رمضان انا عندي مسلسلين، مسلسل اسمه جدران تبكي في الظلام، وده عمل كويتي اخراج الاستاذ بس فيه خالد ولا لا؟ للاسف خالد مش بيمثل فيه، يا رب يعني يبقى فيه فرصه ونشوف خالد في اعمال مهمه. ده فول سوداني. اشكرك. تاليف امل سلطان واخراج الاستاذ منير الزعبي وانتاج الاستاذ باسم عبد الامير، وكان لي شرف ان انا اكون موجوده في الكويت اصوره يعني، وان شاء الله هيتعرض في رمضان. مسلسل تاني اسمه الشركه، ده عمل انتاج اردني، تاليف واخراج دكتور معن القطامين، وان شاء الله يتعرض في رمضان ان شاء الله باذن الله. خالد الرندي، نحن سعداء جدا بوجودك معانا، وخاصه مع الثنائي الجميل نشوى مصطفى الفنانة، رغم صغر سنها لكن حظت بحضور قوي جدا. تعيد الجملة دي تاني، رغم ايه؟ بتقول برغم ايه؟ انا ما سمعتش الجملة دي. خالد شاكرين جدا لحضورك معانا رغم صغر سنها. صغر سنها، رغم صغر سنها. خالد انت تحب تضيف حاجة على صغر سنها؟ لا صح. والله صغر سنها. ايوه بس هي مش محتاجة. لا جو والله اقول اتمنى نكون خفاف عليكم، و وايد سعدت ان انا بوجودي بالسودان، وطبعا مع الفنانه اللي انا وايد احبها وايد احبها، يعني جدا فنانه بالشاشه وانسانه. ايوه كنت اقول بس انت واثقه. ايوه صح. انزين، وانسانه جدا رائعه بالطبيعه، واصغر مني عشان اكثر من الحاجات دي، وان شاء الله نكون خفاف عليكم، والله يحفظ لكم السودان ويبعد عنكم كل شر ان شاء الله، وتظل السودان حلوه واحسن واحسن واحسن، والله يدوم عليكم الخير ان شاء الله. وانا وانت زيدات نختم بشيء، تختار لنا اي اغنيه كده، لانه كل الناس القاعده كل الناس القاعده الان دي عاوزه تسمع حاجه. انا عليك، انا من يعني بجد بقى انا من عشاق صوتك يا بعد وحياه المصحف شريف، صوتك فيه ما شاء الله بحه ونعومه كده. ادينا حاجه حلوه بقى كده نستمخمخ بعد اللقاء، بعد امجد بعد امجد ما يعني شنف اذاننا بصوته، نسمع صوتك لو سمحت. زين. يا عمري أنا فديتك، أنا يا ريتك هنا وإياي، حياتي أنا عذاب وهنا وقربك من الدنيا. الفول السوداني هنا واقف. يا عمري يا روحي يا قلبي يا حبي، يا ريتك هنا وإياي وأنا أحبك
واحبك احبك وقربك من دنياي تدلل حبيبي وتامر امر اعيش بصحاري واروح القمر تدلل حبيبي وتامر امر اعيش بصحاري واروح كيفي بروح القمر وانا روح انا روح انا روح رضاك انت غالي رضا الناس تالي شريتك انا في الكون فديتك يا غالي يا سكن خيالي ومهما جرى بتمون. وشكرا. الله اكبر عليك حبايبي. سقف سقف ما شاء الله عليك. الله يخليك. بس عايزين نعرف هي ما جاتش معاكي اللي انت بتغني لها مين اللي هي فداكي يا جمر؟ الجمر اللي انت بتغني لها يا ريت كنتي معايا والحركات دي عارفين احنا ما جاتش معاك ليه. اختم اختم. شكرا جزيلا خالد الرندي، شكرا جزيلا بنت خالتي نشوى مصطفى. الله يخليك. والله امجد ابن خالتي انا بشكرك جدا وسعيده ان انا كنت معاك بغض النظر عن انت يعني ما شاء الله ما شاء الله وجعت لي بقي من كتر الاجابات على الاسئله، لكن انا سعيده ان انا كنت معاك حبايبي. والله اسمحوا لنا على القصور وسعدت بوجودي معاكم. شكرا جزيلا لمشاهدنا الكريم، دي كانت مساحه لالتقاء الاحبه، انتظرونا دائما في لقاء الاحبه عبر مجرى النيلين، الى اللقاء. يا سلام وين 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 تلقوا زي ده وين ردوا علي وين 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 تلقوا زي ده الحمد لله وشفناكم فرصة سعيدة I'm